ما شايفني ولدي قد هادي يا راه فين عندي حوايج وما غنتشرد انا واش 50 متر في العام فين نعيش انا ب 50 متر واش نعيش انا ولدي ب 50 متر باقا باقا الكاتريه يلا شوف ولدي شحال هذا التيسع وغادي يعطيني واحد كاش غندير به انا هذا الحكم بغانا نتشردو غنتشردو صافي ما كاينش اللي كيخاطب ما كاينش اللي كيدوي معانا ما جا غادي يقول لي خرجي في 24 ساعه ما نقدرش نخرج انا عندي دريه صغيره في ديابيتيك خصني الثلاجه فين نحط انا الانسولين ديالها يعطوني 50 متر فين نحط ولدي انايا راه كيف ما كان الحال راه حتى حنا مغاربه راه عندنا بطاقه وطنيه في مغربي وحنا مالين الدار واش نمشيو بحالنا بحال الكاري عندي مشكله اخويا عندي داري هذه داري بغى يخرجوني منها حنا ثلاثه العائلات وعندي ولدي مجوج ما عطاوني والو ما عطاوني ما عمرهم ما جاوا عندنا ما عمر شي واحد ما جا دق الباب اول خطره سمعت لهاد السيمانه عندنا ولادنا تيقراو عندنا ولادنا خدامين واش انا سيمانه ولدي غنجمع فيها حوايج دارنا هذه دارنا من الفوق حتى لتحت ها هو يا لوسي راه دارنا من الفوق حتى لتحت واش انا واش حنا ما استفدنا وعندي ولدي مجوج فين غندي نحطو هيعطوني 50 متر فين نحط ولدي انايا نحطو في جلبي عندي جوج بنات وعندي ولد مجوج فين نحطو لوسي عنده ثلاثه الاولاد لوسي اخر عنده جوج اولاد يلا فين غنمشي راه عندنا الدار كبيره من الفوق حتى لتحت راه الدار من الفوق حتى لتحت كلشي كل واحد شاد بيت مبرع فيه بكوزينته بكل شيء ما عمر شي واحد ما جا عندنا ما عمر شي واحد ما وصل عندنا ما كاين لا السقوط لا والو ما عمر شي واحد ما وقف عندنا ما جا غادي يقول لي خرجي في 24 ساعه ما نقدرش نخرج انا ما نكريش الكره ما نكريش ولدي حيت الكره غالي علينا كاري الكره غاليه ولدي واش نكري انايا مضروره انا بزاف راجلي ما عطاونا لا استفاده لا والو فين الاستفاده تاع راجلي ما عطاوش قالوا لي سير بحالك بحالك الكاري نمشيو بحالنا بحال الكاري وحنا مالين الدار واش نمشيو بحالنا بحال الكاري لا مسؤولين انا عندي ولدي مجوج خصو ياخذ حقه وعندي انا ناخذ حقي لوسي ياخذ حقه ولوسي الاخرى ياخذ حقه نسد الباب وغنموت فيها انا بغيت نموت شهيده تيتسني شي واحد شي حاجه على انت باغي ملي باغي انت حقك انا باغي حقي صافي غنسد الباب وبغينا نموتوا في الدار غنموتوا في الدار ماشي مشكل صافي ماشي مشكل الموتوا شهداء يلا قالك موت على بلادك وعلى ولادك يلا نموتوا على بلادنا وعلى ولادنا باش انا ما حيت ما عندناش اخويا واش نقول لك راجلي واش حنا مجوجه انايا مجوجه قديمه 40 عام هذه ولا 50 عام ويجي هو حتى لاخر لحظه ويقول لي خرجي ما عندك استفاده سيري بحالك بحال الكاري ما مشيتش انا بحالي بحال الكاري عندي ولدي ما عنديش معايا كلشي غيتشرد بغانا نتشردوا غنتشردوا المشكل ديالنا هو هاد المده القصيره اللي عطاونا باش نتحولوا هذا هو المشكل حنا ما يمكنش لينا في سيمانه نقلبوا على الكره ونحولوا الدراري من المدرسه يعني ترونا حنا تنطالبوا غير بمهله ديال اخر سنه دراسيه وديك الساعه حنا غندفعوا الدواسه ديالنا وغنتبعوا الاجراءات باش ناخذوا الديور ديالنا ومن بعد الى عطاونا قبل من هذاك المده راه حنا غنتحولوا ما كافيه السيمانه كي غدير اعطيني شي اجراء اللي نقدر نديرو انا في سيمانه باش نحول دريه من المدرسه جوج دراري اعدادي نحولهم من المدرسه ونقلب لهم على مدرسه ما كاينش اللي كيخاطب ما كاينش اللي كيدوي معانا اللي كيدوي معاك القيد كيقول لك انا هادشي اللي عندي هي عرفتي علاش لان المقدميه راه حيت كيتخلصوا في هادشي اللي كيريب لا هما ولا القيد ولا اي واحد هادشي راه هادشي اللي قالوا لنا بان اي دار كتريب راه كياخذوا فيها تعويض حنا ماشي ضد هادشي الله يسهل على كل واحد وانما ما ديروش لنا هاد هكا تخرجونا بهذه السرعه هذه فوالا اي ولا ما يمكنش راه حنا راه حنا انا راه با زيد في الدار حنا زايدين في الدار 59 سنه انا حتى هاي انت كتشوف الدار هي واقفه جيبوا خبير الا قال لك الدار غادي تطيح علينا حنا نخرجوا حنا الاولين غادي نخرجوا ما يمكنش لنا نبركوا فيها لان غطيح علينا وينما باش تخرجنا انا في هذا الظرف هكايا راه صعيب حنا دابا طالعين في السيستيم يعني عندنا الحق في الاستفاده كاين بعض الاخوان اللي خرجوا من الدور اللي ما طالعينش عندهم في السيستيم ما لقاوش معاهم هما حل داكشي علاش داروا لهم هكا كاين خرجوهم بالقوه حنا دابا طالعين في السيستيم ماشي العماله ويدير السميات ديالنا حنا طالعين غادي نخرجوا للزنقه بوليداتنا انا عندي دريه صغيره في ديابيتيك خصني الثلاجه فين نحط انا الانسولين ديالها الماكله ديالها بالوقت كيفاش غنخرج للزنقه انا فين غنمشي اعطيني وريني فين نكري ونكري فيه المسؤولين تقوا فينا وجه الله في هذا الشيء اللي كاين حنايا
راه كيف ما كان الحال راه حتى حنا مغاربه، راه عندنا بطاقه وطنيه فيها مغربي. بطاقه وفينا وجار الله وصافي، هادشي اللي